واصلت الشعب البرلمانية لمملكة البحرين برئاسة سعادة السيد جمال محمد فخرو نائب الأول رئيس مجلس الشورى المشاركة في أعمال المجلس الحاكم والجمعية العامة التاسعة والأربعين بعد المئة للاتحاد البرلماني الدولي والتي تنعقد في مدينة جنيف للاتحاد السويسري وخلال اليوم الثاني لاعمال الجمعيه قدم عدد من رؤساء البرلمانات كلمات حول الموضوع العام للجمعيه حول الاستفاده من العلم والتكنولوجيا من اجل مستقبل اكثر سلما واستدامه وتستمر أعمال الجمعية العامة 49 بعد المئة للاتحاد البرلماني الدولي حتى يوم الخميس المقبل وذلك بعد أن تستكمل اللجان الدائمة في الاتحاد مناقشة موضوعاتها وتقديم تقارير بشأنها أمام الجمعية العامة